السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة حبيباتي هنعمل مع بعض الأكلة الشعبية المصرية، هنعمل مع بعض الكشري. مفيش حد فينا ما بيحبش الكشري أكيد طبعا. أنا هنا معايا كيلو من البصل مقطعات رنشات كده رفيعة جدا، رش عليها معلقة ملح وثلاث معالق خل، بسيبها لمدة ربع ساعة بالظبط كده مع الملح والخل، علشان لما اجي احمرها في الزيت بتبقى مقرمشة معايا وتبقى كويسة ولونها بياخد اللون الذهبي، وفي نفس الوقت بطلعها وهي مقرمشة. قبل ما بحطها في الزيت لازم افككها من بعضها كده، تمام. واجي كده نختبر الزيت بالطريقة دي. انتي لو عاملة كمية كبيرة الافضل ليكي انك انتي تعملي البصل على مرتين، ما تحطيش الكمية كلها مرة واحدة، هتاخدي لون وقرمشة وطعم جميل، افضل ما بتحطيها مرة واحدة. البصلة ما تطلعش معاكي مقرمشة، تطلع معاكي طرية، وفي نفس الوقت مش هتاخديها اللون اللي انت عايزاه. فالافضل لينا ان احنا الكمية لو كمية كبيرة هنقسمها على مرتين، تمام. بس افضل خطوة انك انت تعمليها في البصل انك انت بعد ما بتقطعيها كده بترش عليها ملح وخل وبتسيبيها لحد يعني 10 دقايق ربع ساعة، مش هتعمل معاكي حاجة. او ممكن تعملي زي ما انا بعمل مثلا كده، بقطع واحط الملح والخل، كل بقطع بصلة بضيفها على التانية اللي قبلها. شايفين بص اللون ده، اللون كان بسم الله ما شاء الله لون جميل وتحفة، تطلعي اكتر من كده ما تستنيش عليه لما يغمق. الافضل ان احنا ناخد اللون الذهبي الحلو ده. انتي هنا حاجة عاملاها في بيتك وضمناها افضل من المطاعم، متعرفيش عاملاها ازاي، يعني الطريقة بتبقى ازاي معاكوا، بيحط دي على دي. برضو النظافة بيبقى ليها اثر. هنا انتي عاملاها في البيت، المطاعم هنا بيبقى كخروج بس وكتغيير جو. الواحد بيحب ان هو يغير جو بس. هنا انا جايبة عيش شامي، تمام، مقطعاه ومقصاه كده بمقص خاص للمطبخ وللعيش، مقطعاه كده. جايبة العيش الشامي الصغير ده، فبقطع الرغيف مثلا على 3 قطع بالطول، وبعد كده بقصها، باخد قطع مستطيلة بحمرها في مكان الزيت بتاع البصل هو عشان بياخد النكهة والطعم بتاع البصل، بيبقى طعمه تحفة زي وزي بتاع بره بالظبط، ما فيش فرق عنه، ويمكن اجمل كمان. وهنا في خلطة بتعمليها معاه، بتجيبي معلقة شاي كزبرة ناشفة على معلقة كمون على معلقة ملح، بتخلطيهم على بعض، وبعد كده كل رصة تطلعيها من العيش بترش عليها، شايفين اهو، بترشيها على كل رصة من حبة العيش دول اللي بتطلعيهم، بترش عليها حبة كده، دي بتنكهها اكتر وبتخلي طعم العيش جميل جدا. هنا انا كنت بلع الحمص. الحمص طبعا لازم يتبلع قبلها فترة، تبليه مدة ساعتين او 3 ساعات على الاقل، وبعد كده بنعلقه على البوتاجاز لحد ما يستوي وياخد راحته في السوا خالص. هنيجي مع بعض دلوقتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ده هنا العدس، انا بلاه برضو. العدس هنا بعمله فكرة جميلة جدا، مش بحطه مع الرز، لا بعمله لوحده، هنشوفه دلوقتي مع بعض. دي هنا هنستخدم نفس الزيت اللي احنا حمرنا بيه البصل والعيش، مش هنرميه لان هو ده اللي فيه النكهة اللي بينكه لنا الطعم بتاع الكشري. هنجيب هنا معانا يعني يعتبر كوباية شاي شعرية، بنقلبها لحد ما بتاخد معانا اللون الذهبي، وبعد كده بصفي العدس وبروح ضيفاه على الشعرية من غير ما اسويه. انا بكون بلاه بس يا جماعة اهو، يعني دوب بديله غلوة كده بسيطة بس وكده وبطفي عليه، وساعات كمان ما بلهوش خالص، ما بغلهوش، دوبك بغسله وبضيف بحط له مية سخنة بس من السخان عادي، وبسيبه مدة ربع ساعة، وبعد كده بحمر الشعرية واضيفه على الشعرية على طول من غير ما مخليه على النار، بيكون الفايدة فيه موجودة وبيكون طعمه جميل جدا ما فيهوش اي مشكلة. انا هنا كان العدس بطني بياخد غلوة، كنت خلاص بعمل الرز هنا برضو بالشعرية. من طول ما انتي واقفة على البوتاجاز استغلي معاكي الوقت بتاع البوتاجاز، العيون اللي موجودة معاكي استغليها كلها. هنا انا حطيت معلقه من الثوم، معلقه شاي ثوم، حطيت من البصل اللي احنا حمرناه مع بعض، حطيت حوالي معلقه كبيره،
هنحط كمون وكزبرة وملح وفلفل اسمر. تمام، هتبليه طبعا زي ما انت عايزة. الكمون هنا هو الكشري ما يحلاش من غير الكمون. هنا هنجيب حلة هنحط برضو فيها نفس الزيت، احنا هنستخدم الزيت كله اللي احنا استخدمناه في البصل، مش هكب منه حاجة خالص، هنستخدم الكمية كلها دي. معلقة ثوم كبيرة هنحمرها كده بس، يا دوبت تفك من بعضها، ويعني يا دوبت تقرمش كده بس من غير ما تاخد لون معانا. هنفضل نقلب فيها علشان ما تبقاش واحدة مستوية وواحدة لا، تبقى كلها مستوية سوا واحد. انا ماشي معاكم خطوة خطوة علشان مفيش حاجة تفوتكم، ونمشي مع بعض بالطريقة خطوات واحدة واحدة. هنا هنضيف اهو مع بعض هنا حوالي ربع كوباية خل ابيض، وبعد كده هنضيف عصير الطماطم دي هنا كده الصلصة. وانا الصلصة عامة انا بعملها اول حاجة، بس هنا ترتيب الفيديو معلش، عملت الرز قبل الصلصة، لكن انا اول حاجة بعملها هي الصلصة، لان الصلصة بتاخد وقت. يعني بات ما بتيجي تاخدي تعملي الكشري كله بتكون هي على البوتاجاز، تكون يا دوبك لسه طافية عليها، فاول حاجة نبدأ بيها هي الصلصة. ده كيلو من عصير الطماطم بنضربه كده. هنشوف مع بعض التوابل بتاعتنا دلوقتي هتبقى ايه. التوابل بتاعتنا هتكون ملح، فلفل اسمر، كمون، ربع معلقة من الحبهان والورق اللوري مع بعض مضروبين مع بعض. تمام، انا هنا خدت معلقة كبيرة من البصل برضو اللي احنا عاملينه كده، بنكسرها وبنضيف عليها. هنحط مع بعض كزبرة وكمون وفلفل اسمر، وهو الحبهان اللي بقولك عليه، وكمان معلقة كبيرة من السكر. سكر 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 عشان يعادل الحموضة بتاعة الطماطم، ما بتحسيش بطعم الزوع اللي فيها، فبتخلي معاكي الاكل يعني طعمه بيكون واحد، ما فيش ولا هيديكي طعم سكر قوي ولا هيديكي طعم لاذع قوي بتاع الطماطم، بالعكس يعني بيحسن معاكي الطعم. خلاص دلوقتي نسيب الصلصة وندخل على المكرونة. دي حلة كده بحطت فيها معلقة ملح وحطيت معلقتين زيت علشان نسلق المكرونة مع بعض. اول ما الميه تغلي معانا هنضيف عليها المكرونه. انا هنا حطيت كيس من المكرونه الصغيره اللي هي الخواتم الصغيره خالص، وحطيت كيس من المكرونه الاسباجيتي بكسرها على 2، وبعد كده بضيف عليها المكرونه كده، بقلبهم كده تقليبتين كده مع بعض، وبعد كده بغطي عليها الحله. تمام، وبسيبها لحد ما تستوي. دي هنا حلة بقى فيها اللي هنجيب معاها حبة شعرية، ده الرز هنا كده خلاص كان استوى. اهو شوف الشعرية هنا خدت اللون الذهبي، يعني اللون البني الفاتح يعتبر مش الغامق قوي. هنضيف مع بعض دلوقتي العدس، وزي ما قلت لكم ممكن كمان تبليه بس من غير ما تسلقيه نص سلقة، شايفين يعني زي ما هو يعتبر مستواش، الحباية زي ما هي حبتها، وممكن تبليه بس زي ما قلت في الأول من غير ما تسلقيه خالص، يبقى بلة بس كده حوالي ربع ساعة في المية السخنة وخلاص. على كده بتضيفيه على الشعرية وبتزوديه بالمية السخنة المغلية عادي جدا زيه زي الرز بالظبط، وبتاخدي طعم ونكهة بقولك بصوا تحفة، يعني حاجة رائعة جدا، طعم جميل جدا، والعدسية بتبقى مفلفلة وكويسة جدا، بتبقى شكلها جميل.
ده هنا هنحط كمون. العدس طبعا ما يخليش عن الكمون خالص، ده الاساسي بتاعنا عشان الكولون كمان يعملناش انتفاخات. فهنحط كمون، وهنحط معلقة شاي حلوة كده، ثوم مفروم، وهنحط كزبرة، وهنحط ملح، وهنحط فلفل اسمر. التوابل بتاعتك بقى تبليه زي ما انت عايزه خالص على حسب مزاجك. دلوقتي هنضيفه بالمية السخنة، مش يعني هياخد، لو انت هتسلقيه مش هياخد معاكي كمية المية كلها، يا دوبك هتبقي مغطياه بحاجة بسيطة جدا، لكن لو مش هتسلقيه هتبقى المية مرتفعة عنه بحوالي إرواط مثلا كده. بس كده، وهتسيبيه لحد ما يغلي خالص ويشرب ميته، وبعد كده هتوطي عليه النار لحد ما يكمل سوا بتاعه. هنا هنجري الصلصة بقى بعد ما الطماطم شربت المية بتاعتها وحسينا ان هي نشفت معانا، العكس هي كانت كويسة، يعني مش انا مش بنشفها قوي. وبعد كده بضيفها وبزودها زي ما انا عايزة. هنا المكرونة بقى، بحط معلقة الزيت اللي احنا برضو بنستخدمها بتاعة البصل، بحطها فوق الحلة، وبعد كده بقلب فيها المكرونة زي ما انتم شايفينها كده. المكرونة بتبقى واحدة واحدة. هنا هنعمل مع بعض الدقة. الدقة طبعا هي اساس الكشري. دي دقة بخل، ماشي، هنعملها زي بتاعة المطاعم بالظبط. هنا ممكن اقول لك على حاجة كمان، هنا ممكن تعمليها. هنا حطيت يعتبر نص كوباية مية ونص كوباية خل، وحطيت معلقة شاي توم، وحطينا كزبرة، وحطينا كمون. انتي هنا ممكن تحطي نص معلقة صلصة علشان الدقة بتاعتك تبقى لونها احمر كده زي بتاعة المطاعم بالظبط. دي دقة الشطة. الشطة هنا بقى ممكن انا هعملها معاكم بهريسة الشطة، مش هعملها بالشطة العادية. انت بتروحي المطعم وبتقولي له انا عايزة شطة زيت، اعمليها بهريسة الشطة، هتبقى معاكي بشطة الزيت بالظبط بطعم وتحفة، وكمان هتاكليها تبقي بصي مرتاحة لها جدا. وهحط عليها، ممكن تحط عليها معلقة من الصلصة بتاعة الكشري، يا اما متحطيش خالص بتسيبيها زي ما هي كده، شايفين اللون بتاعها ازاي، بس كده وتمام. وتعملي جنبيها طبق سلطة مع الدقة والصلصة، طبق كشري روعة ان شاء الله. يا رب تجربوها بالطريقة دي تعجبكم بإذن الله. اتمنى ان كل حاجة بعملها يا رب تكون بتفيدكم فعلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير يا جماعة. لو مش مشتركين في القناة اتمنى انكم تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.